صبحكم الله بالخير. أول شيء سلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وخلاص صبحكم الله بالخير. اليوم عاد قبل ما أصير حق صلاح قلت باخذ لفة في الزراعة. الزراعة الحمد لله مع الجو هذا الجميل وبراد، والحمد لله الزراعة أمرها طيب. يا غير الطيور ما ذياتني في ترجيب الفيفاي. شوفوها الحين هذا عابد كامل فيفاي كل سليم رقم واحد. يا غير تبي تواجعت وياه والله رجب، شوف هذا كله سليم. يا غير من يحس الفيفاي، من يحس الطير ان الخبر هذا الحياب اللي انا مسوينه شوي نزل. شوف احنا هذا كله طيب كله رقم واحد. انزين هم تسلط علي الطير من يشوف اي قرط خلقه. وحين توني عقب ما فاتنت عليه انا شرف احن. هذا كان هاي مثلا ابتدت تنزل شوي الشاشه الحياب، هذا من ينزل ها اي الطير وياكل الورق، من ياكل ورق خلاص صليك بحر، لان الشيره ويدعها يتغذى على شو؟ يتغذى الله يحفظكم على الورقة، ويتقوى وياخذ قوته ويستمدها من الورقة. على هالاساس يقولك بعد السماد ما بلا تسمد في الارض، لا شيء رش سماد ورقي تسمد الشيرة وهي فوق، ها رش بالرش من فوق شيء اسمده ورقي يسمونها تتغذى الشيرة، لكن ما يكون وقت ثمر يعني وقت الحينة مثلا. الحينها وقت البراد وقت الدنيا زاهية ترش الشيرة بالأسمدة الورقية يسمونها. أسمدة ورقية موجودة عند وفيها عناصر صغرى وعناصر حنت الزمان أشياء وادي يبالها عناية. شوف حين ما شاء الله هالشيرة ها فيها ثمر ثامر وتغلب ورق وفيها ورد ومفصمة بورد ومفرخة بعد شيء مشي مفرخ بباب اللي هو سدر. يعني شو بقولكم الأمور الحمد لله شيء صغار وشيء كبار. الأرض اعتدت والرش الورقي يسوي شغل وايد ضروري. الرش الورقي شو النوع مار شو النوع المهندسين وايدين اللي في البلاد ويتخبرون الناس المهندسين. كل بقعة وكل منطقة لها يعني أشياء في أي بلد في الدنيا. العودة والإمارات لها أسمدتها الورقية اللي معتمدة من الدولة من الحكومة. الأسمدة الورقية ما يأخذ واحد مني والدرب يعني لازم، وهذا التجليب لازم في الأسبوع وديتين لازم يتجلب المكان زين ما زين ها ويتهوى. الحين اليوم انسقت الزراعة، اليوم انسقت مثلا نهار ثاني تتجلب ها على ما تشوفون. تازم ابوي هالنمور يدق هالهواء اليوم وبكره ورا بكره سووا هالارض بليدين هالنمون كان هم زراعه ولا شيء اللي هو عسب تموت البكتيريا يموت تموت الكشره تموت اي شيء يعني ما بزين يموت فيها ما يهب الهواء وتغذي الارض طيبه. يعني ما بنك الحين انت تخلي زرع الله وعلى الله، لا لازم يبالي عباله شيء بلي عباله ما شيء فايدة أبدا أبدا. لا تقولها حاطة لمزارع ما بتابعه ولا حاط زيد ولا عبيد. هل هو يقولكم عن هالإيطالية وحطاحت وخلاها مكانها إيطالي شيء والله. هل هم يسمون لهم إيطالي شو كبر الجف حبيه نشيلون بعد شوية. الحمد لله الحمد لله الأمور طيبة والعناية مدام شوف مدام الشيرة فيها غل ورق جديد ها مدام تشوف الغل الورق هذا عرف ان الأرض طيبة وان الشيرة بخير وسهالة اي شيرة كانت ها. وتشوف الورقة ها ملمسة ناعم ما فيها تعرجات ها. شوف ها مثلا هذا الأول هذا مرضي الله يركم ها. شوف حين بينقط الورق الجديد ها هذا المرض شمنه هذا من الملوحة في الأرض ومن تحط الجبس الزراعي والكبريت وتجلب وتسقي يوم يومين يعني خطف أسبوعين ثلاثة
مرة على طول تيك النتيجة على طول. اللهم لك الحمد. لكن وين أكل؟ وينك اللي تاكل؟ وين اللي ياكل؟ ها تام مكان حرام، ما حد ابويه يروم ياكل. عظم لا بطن، هو بيض مهريس، هو بيض فريد، هو بيض بلاليط، لا بلاليط وعلاقه بعد زين، بيض شو كم بيض البطن، كم بيض البطن، كم بيض. اللهم لك الحمد يا عيال الحلال. الحين صلاح ماكل لي كبدي، خالد وخالد وخالد، هاي اقول لكم السدره، هاي السدره جاي ابنها من تاروت، من تاروت من السعوديه، على طول السيم هالطويلو اربع، على طول الصبع، وربكم يا ريت تعبدون. هاي من 8 سنين، الحين كل سنه عاد نقصها وتصير وتصير تضرب من يد جديد. عقب اللي وادم ابوي سوت ويابت، ها زين زين يلا بتيني انت بتغرز اصلا هني رمله. ثلاث وحده قرب الحنباه منها، بين الحنباه وبين السدره، ووحده هذا وين كانت مكانها، واستاذيت منهن نسيت هالهنتين، قورت وعقيت وخليت هذه روحها. هاي بليه صلامه، بليه صلامه، وعلى طول الرايبتين يجين على طول الرايبتين، لونها عنابي، يسمونها هالتاروت بخد وخد، اسمها اسم النوع هذا بخد وخد، طرف لون حمر وطرف لون اصفر، ولذيذ وبليه صلامه. لكن عادي ما تروم تعطي منها حد ولا تفرح منها حد. الاول على حياه خالتي، يوم اول ما تبشر وديت لها هنتين ثلاث، فرحت بهني على هالجنه، وامي الله يغفر لها ما لحقت عليها، توفت قبل ما تحول البيت تقريبا ثلاثة شهور لأربع شهور. شوف أقول لكم خد وخد، ها تو بادي إصبع، هذا خد وهذا خد، سبحانك يا رب. زين بي بي تبديد تبديد أنت ساعة بيك، يلا ضايج حليلة. السدر هذا دخيل على الإمارات، هذا السدر ما بدخيل على الإمارات، السدر هذا الله يحفظكم، النوع هذا من السدر موجود، والاول يسمونه زخمي، زخمي يسمونه لانه بليه صلامه، من النوادر تكون يكون حد عند من النوع من السدر هذا. الاول يقولون بيت حياه سعيد بن سليم، يقولون شيء سدره، شيء سدره في بيت قوم سعيد، حياه سعيد بن سليم يعني الله يغفر له، زخميه. وكلهم الاول في ابو ظبي، انا ما لحقت شيء طبيعي، تسمعوني ارمس هالرمسه تحروني انا بيد السكن، انا ابوي ما بيد السكن يا غير، يخبروني وارمسكم بما رمسوني. هي نعم، هي انا ابوه ولا منوها لحق على هاك الوقت، كان لحقت انا على هاك الوقت، الحين يدقوا لي الماء. يلا بس عاد عليكم يا بنات خلاص، ها شبلاك تعال زدت شو ربا باي التوت شو دوس اطلع زي تبنى نسوي ما خلصوا ما يتصبر. قولهم انت ايه مال ثقه، شو التريون؟ اقول الثقه هذا لو اصبر، شو تعرف ما تروم توقف من ها هالشحوم هالحوم. لا انا ما في شحوم والحوم، ليش صراحه النمور تسرط؟ انت لا اخثديات وحناحين وما ادري شو ومطاميط ودنيا اخ. اكله بعدك تنور خلاص، هالكندور مال امس ولا شو؟ ايه ما تعالي، هالكندور البارحه مال امس؟ لا لا ها شو عيل نفس اللون ثاني مره ما يسوي لا سيميلر، بس نكست تايم دونت ميك سيميلر ديفرنت كلر. جود مورنينج. Okay, this is for who? For you. Okay, what is this? Zatar. Lebna. Lebna and small zaitun. Thank you, Hada. And this is the. Batta, how are you? I'm good, sir. Good morning. Good morning. Your this... teacher. Thank you, thank you, thank you, thank you. Ya Rabbi, كم هو البزء؟ هاي مقولك فلان البزاي. استغفر الله العظيم. ولا هذا يمين يمين أبوي المحلة. اليوم شو؟ لا اليوم حلق.
شو هذا؟ شو؟ دباب بازل اقول لي. هذا زين. سكري سكري هذا. يلا يلا يلا. اليوع لي في الدنيا كله في كأني ما اكلت شيء من 3 شهور. لو تشوفون اقول لكم لو شفتوا الهريس البارحة اللي مسوينها بيت قوم بيت قوم شو شو صلاح شو؟ ايش عندك؟ علي هذا حقك انت لو حقي انا؟ انت شو يا ابنك؟ تبي تسرطه؟ لا حبيبي لا انت خليه يبون لك تفاحة. هي برنج ابل فور صلاح. شو عيال تبي صلاح؟ بس كلام بس يتكلم معاي؟ عند كلام سر؟ كلام سر وايد خصوصي؟ اسكر تليفون؟ هي خلاص دي يلا بخلص أتبع. عندك بتخبرني شيء؟ يا بخذ هذا كله شو هكي هم حمامة عند البيت المتوات سروخها روخها ليكون فيها مرض الأشياء تتيب ليها حق متواتنا اربع عدد تحرك روخها هذا بي خطر تراه ابوي يطير هالي يطير فوق هي عند المتوات يبله اللي هاد روخها صلاح حتى المتو ما تروع منك هاي ما بخبلة روخها صلاح روخ المتو روخيها هاي الحمام الحمامة سوي لها كش اي انت روحك مي روخي الحمامة صلاح ما تعرف الكلام اي حمام ديسبيرت اللي تتقول خلي صلاح ما يبدي سس ال ال صلاح جيب ابن دخل صلاح خلاص خلاص مرة ثانية ها يمكن تستنزل يلا ثبت 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 حط تحت كندورك تعال 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 جاي جيب تعال بحط تحت كندورك اي ها ما غير ما تحاته خلاص شو ارفع صدرك فوق بس بعد مرة لا ها بعد مرة قول ها وركب وديته تايلاند هاك اليوم وصرنا بنسوي الفحوصات يبنا له الدخاتر يبنا له عزراين طحنت الزمان نبى في السونار هلا سونار هلا مال بطن سونار مال بطن مال بطن ها الترا ساوند قالوا له لازم تدخل هواء وتكتم علشان يرمون يسوون بغينا ان صلاح يقبض النسخ ويود المده الثانيه ما طاح حاولنا بمليون حيله وتغيله ما شي فايده اخر شيء الدكتور شو يقول بنجيب له مترجم يتحرون لغه صلاح غير عن لغتي ها ايش عندك انت ما اريد غدا عيسى مصرات البارح ابوي صارت في دبي لين مال العدو احتنى بس ابوي قلت عندهم هريسه هل بالمالد لا صارت ولا استوت عند اللي يقول انا وانا شو هذا يا سلام بعد نفس الالوان متقاربه هذا غير يا سلام منو بعد دق لك منو هذا دقدق لك هذا ها كل مشتحنا تبك هاي اللي دقدق منو داق لك الحين الو الو اول شيء انا تو اخي تمام اخي بس اخي اخي خل بقى هاي استيابك بس من الدربان بس من حمزة الدربان بس من الدربان بتيلي اخي ان شاء الله حصلنا لفتنا اخي اخي باي باي تحبني؟ صلاح خذلك اوف والله اوف مني انا بس انا في واحد تو فتن علي انا ما اريد حتى يلسع دالي ولا يكلمني ولا داني فتاي صلاح بس كله تفاتن انزين وتشوفني حين بنقايس كناديرك كان قصار ولا طوال كم الحين عندك بالكنادير انت؟ ما اعرف والله كم من يوم؟
الحين 10 15 ابوي انت كمبني كمبني في واحد ابوي كل دقيقه يعقول له شيء ويعقف الطوي واحد عدالي وما بطع زي شوي شوي منو يربع وراك الحين خلص اللي في اللثم قبل ولا حج على الثانيات يعني لازم مره واحده تخلص الموزه لازم هاي مصيبه الله يهنك يا صلاح انت مشكله كريم الله كريم احنا ما قلنا لا عقي عقي يا ماي عقي عقي هاي مشكله زين ليش عاده ها تصرت سيده هي اشوى هي زين صبري عليه صبري 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 وين منت والله الحمام ما بطايعاتي خوزل كلها صلاح هيح شوية خلا بابا بس أقل أقل يلا لا حول لا قوة يا ربي صلاح طويم هاي وراهي بس عليك بس حبيبي انتقمين اليوم أنا وانت كله سيم سيم صح بعد ماي بيضربت صلاح بنياس بسير بس. زي الله يحفظك وين بتتغدى خلاف بتتغدى عندكم خلاف بيواحي لك صلاح سير عندكم بدري وبتسير عقب بيتكم خلاف ماشي مشكلة الله يحفظك ماشي مشكلة يلا الله يحفظك سلم عليهم صلاح شي بتودي حق خلاف صح يلا حينة يلا خبر يا ابوك يوم شفت عمري بسم الله الرحمن الرحيم ما شاء الله عليه اوه خوز انا خوز 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 اخر انا واحد بسم الله حد يمدح عمره المهم بصير المشرف الله يحفظكم بدي واجب عزاء ميلس المشرف بدي واجب عزاء وبرمس وياكم في الطريق وانا ساير ولا وانا جاي شيء بيضيع صايروني برمسكم انا وانا جاي اعتقد وانا جاي هذا على الله يسلمكم يقول لك الزين دانق والعدال دانقين شوف الصبح بطراطيلي وقلابي هو ونعال طب جغير وطب جغير شو غادي تحر حمالي على الفرضه الحين ما شاء الله تبارك الرحمن يوم تعدلت وتزيت والله يوم شفت عمري بسم الله الرحمن الرحيم ما شاء الله تبارك الرحمن خاصة بالجوت الأبيض شيء غير نرس شو غادي غير نمونة المراد أقولكم الحمد لله الجو موخم وإن شاء الله نتريى ظني في رب العالمين الخير وإن شاء الله نبين بتينا رشة حالنا حال اللي يتم ربنا أبويه أعطاهم ما نسانا صفوا النية انتو صفوا النية ورب العالمين بيرزقكم ورب العالمين ما يود خير ولا شر عن مؤمن الا في صلاح له ونحن الله رايد لنا ان ما لين ساعك هذه الله ما برايد لنا ان يوم تمطر البلاد الفلانية نحن نمطر ولا يوم تمطر البقعة الفلانية نحن يجينا المطر لا الله سبحانه وتعالى لحكمه في الريح وفي الهواء وفي الأمطار وفي المحال وفي الرز وفي النصيب هذا الله سبحانه وتعالى له مسوي خير للعرب كل شيء رب العالمين رب العالمين ما يسوي شيء أخر خير ولا يجدم حياة ولا ممات إلا في صلاح ولا في فضل لعباده رب العالمين في حاجة انك انت بقعك تازم ممحله يعني ودنا نحن لكن الله سبحانه وتعالى هو اللي يختار الرزق من يصيبه قريت والله عليكم هذا السؤال اللي جايني الحين انا عاد كلمة طحنت الزمان هذه سايرة على لساني ويوميا نتي سبحان الله يعني ما اروم ما تيجي منه اللي فيها طحنت الزمان اطري انا يعني القرقعة في ضوضاء الزمن وفي سجلات الدنيا هذه هاي طحنت الزمان مثل الدنيا مطرجة مثل يعني ولا بها مطرجة والله يعني أروم أخبز بها قروص هاي عاد حرمة ريال ما أنا ما قريت إنك
نكنيم مالها هذه الطرست، لكن اظني هاي حرمه، حرمه متفيج الضربه اظني ويا ريلها وياسف البيت روحها وريلها طفر طفر من حشرته، فياس حاطه دوبها من دوبي او انا طحنت الزمان. سمعت بالله عليكم القوام اكثرها القوالي في الدنيا كلها فيها اللي كاتبت اللي طحنت الزمان ما يندرى عدو يمني. ان شاء الله نرد على موضوعنا اليوم، شيء موضوعين ثلاثة، وشيء سيرة العين وشيء اليوم عاد اليوم عاد كلني مليون جيجا يبالكم انزين بير، بس اليوم عند حرمة يحافظ عليها عنوتي انا اليوم لجل شيء وايد مهم في العين، بسير على حرمة على الله يحفظها دارس واكاديمية وحرمة من هالدار جيت من مده انا يا غير اليوم عاد بنعيد الكرة، اليوم بنعيد الكرة جيت العام في مكان عيالة بخبر عن اسمها نحينة، انا ما اريد اطري اسمها حسب اني يكون مفاجأة، وان انا رمي يود شيء هاك اللي يقول عن ما يصر سمون هذا انا يا الله بسد لينا لاجي حد مارو مارو المراد اقول كم حتى نسيت شو كنت بقول من كثر الرمسة. الله الحرمة هاي على الله يحفظها العام رمست رمسنا ضربة في مكان معين ولقات واللقاء اللي بيني وبين هدار لقى أصداء عند هل بالفكر وهل بالتراث وهل بالمعنى وهل بالتات، يعني الوادم اللي يعرف اللي يعرفون الأصول واللي يعرفون الأشياء. يا ربي ما أريد أخبركم مو الحين، خلوا لين خلاف أخي، لا الله لين خلاف صدق والله خلاص بنسكر الموضوع، لأني شوي 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 بينخرط المصباح وأنا ما أريد المصباح ينخرط الحين، وانطريت لكم عليا لبويها ما صفد نكار، أنا أبوي أريد إن شاء الله خلاف من أي العين أول ما بسير عندهم ما بسير الفندق، هاي الحاجزين لي وعلم وخبر حاجزين لي في الفندق. شو بقولكم شيء ما بشيء بسيط يعني فيها حجز فنادق، مش شيء اللي بكرة أنا ساير باستضافة الحرمة هذه، حرمة هي وهي سالمة أنا ساير باستضافتها لكن بطريقة رسمية، وحاجزين لي فندق وعلم وخبر. شو معناته؟ معناته حين أنا انطريت سالفة بتخترب بيخترب الموضوع، لكن تعرفين شو بسوي أنا؟ أنا زيارة أنا شيء مال بكرة بنزله اليوم من عقب المغرب، أنا برمس عندها اليوم العصر بيهم على فنيار قهوة وبرمس وياهم لين هذا منه وخلاف الله يحفظكم خلاف عقب الرمسة بشاورها هل اني اخبر عن اللي الشيء اللي بيحصل بكره، هو اللي بيحصل بكره شيء خاص في البلاد يعني شيء وايد كبير، لكن ما حد قال لي خبر عنه وانا ما في ابوك اخبر وخلاف احد يفتن علي. يقولوا لي بامر منو تعلن ومنو قال لك انت؟ حد خولك؟ حد قال لك انت اعلن وخبر؟ انا ما في ابوك اخلاف يلحقني له، انا الحين امشي وعد خطاي وكل دقيقه حد ينبحني، ما بالكم عيل انا لو اتصرف مني الي مني الي برمس وكل شيء اشوفه برمس به، عيال ابوي بتوحاني العرب صبح ومساء، ابوي انا ارمس عن الشيء اللي بيقولوا لي ارمس عن بلسان وبشيء مكتوب بلي ما يجيني مكتوب باكر يرفعون عليه، ترى ابوي الدنيا حينه ليش ما مونه؟ انت لو نيك صافيه غيرك ابوي نيته ابوي بايره بيقول لك والله انت بامر منو تسوي هذا؟ منو قال لك خبر ان نحن عندنا عيد ميلاد؟ ولا منو قال لك ان هذا نحن نباك تخبر عن ان خالنا بيعرس ولا اخونا بيعرس ولا امنا بتملج؟ اي والله شيء منو والله يقول امي بتملج اليوم بالشده؟ بلاك ما خبرت؟ هذا بعدوان فين؟ انتو حينه اللي ينبحون تعرفوا تدربهم انتو منو؟ هاي ربوي اللي ينبحون حياتهم كلها نبيح عدل ماي الخير شر ولا يزيد نبيحهم ويزيد شيء منهم بعد يزيد عن مرحلة نبيح يصهلون اصهيل. شو السبب؟ توصل فيهم حدة الحسد والكراهية وما يبون يشوفون حد الناس تفرح به ويبون يشوفون الناس كلها زعلانة. وصلت الأزاء يلا.
شاء الله ما شاء الله. عيلة اليوم ثالث، اليوم ثالث يوم ما شاء الله تبارك الرحمن. حافظ على دار ليوان، حافظ على دار الطيبين، حافظ على دار ابو قباس. اي ابو قباس اول ما يا ابوي الخير عندهم المطر، اول ما ياهم المطر هم الناس كلها خير وبركه. لكن عاد الحين وصلت انا، ما وصلت الفرجان لغير العلم عند الله. هذا الحين بيعفدون لي ليش تشف وليش تطري وراك تقول ان هذه اللي ياهم قبل هاي لك. يلا قم عاد فتش. اقول لهالدرجه الحسد يجلسون لك معراض رشق من تقول لا اله الا الله تحرى ما عندهم حد الا انا متوحي نتوحي من اقول لا اله الا الله. قالوا علي غضب الله ام سيرتي المالد، شن سير انك المالد وهذا ماشي وبدع وما ادري ايش شي خصني انا كان بدع له غيره. انا ابوي ساير ومن سوت الدنيا ابوي المالد وحضر المالد انا وغيري خيار العرب تحضر المالد ابوي خيار العرب والناس علية القوم اكبرها واسمنها واشرف منبطة جدمها الدار كان يحضر المالد. انا وين ساير بعد انا كجا مرحبا والله حد من العرب والله. لا ابوي انا سير ويعيبني المالد ويعيبني الرزيف وتعيبني الحربية وتعيبني كل شيء خص الامارات يعيبني. واللي ما بيعزل له ابوي يدور له درام عود ويرخب راسه. هبي درام ترى لا درام مقولة اخرى، اللي ما بيعزل لي يدور له يدور لي دار عود ويرخب راسه. درام هذاك غير هاك الدرام سمونه في الدرام على المار ما كمل ما في بيت وحوني بعد بعد انا غير نمونه رفضتي كلها والله انها من سمونه الامثال ما علي عاد هذا اللي يعرف. يلا برايكم بلا ناس خلاص ما شاء الله مساكم الله بالخير. هي حين هي 12 ونص يعني مساكم الله بالخير. يلا الله يحفظكم. انا وصلت العزاء وسلمت على الجماعه وحفيناهم وخلطنا للعرب كلها ومن ضمن ما شاء الله اللي واصلون الناس كلها في الاحزان والافراح في كل مناسبات السيد محمد بن عبد سعاده السيد محمد بن عبد الجليل بن محمد الفهيم ابو خالد. السلام عليكم خالد. عليكم السلام. كيف حالك؟ كيف انت؟ الله يحفظك ويبارك فيك. وخالد في موضوع اليوم ولا العالم كلها من يومين ثلاثة ترمس عنه، المطر رحمة من الله سبحانه وتعالى. هذه رحمة. نعم. يا غير حد من الناس تمادى تمادى الله يحفظك بالكلام اللي ما يوالم والكلام القاصر اللي يطرون فيه. يعني الحكومة والله ما البنيان مبزين والبنيان يخر ونحن سكننا البيوت هم سكنناها ونحن في عثرة. هل تشوف هذا الشيء؟ لا شيء أنا كلامي شيء مقترح تقترح على الشركة أو الناس شركة الصيانة ما ينكر حالي يسوي الخلل، لكن التشهير بالمقاول والتشهير بالأمر اللي ياك وإن بالحكومة اللي بنت المشروع. شو تشوف أنت؟ والله أنا شوف هذه مباني نحن عندنا خبرة فيها أنها ما في بناية أو بيت يظهر 100% كامل. نعم. خاصة إذا يمر عليه الوقت. نعم. عندنا نحن شمس حارقة أيام. نعم. الصيف وعندنا الرطوبة. نعم. هذه لها تأثير سلبي على المباني. نعم. هذا ما يعني أن الواحد مثلا إذا خر بيته هو معناته أن البيوت اللي عملتها الحكومة كلها خرت. يعني ما المفروض يعمم. هنا. إذا كان بيت أو بيت ياره صابهم نوع من الخلل ممكن تطلع. نعم. لكن هذه عن طريق المقاول عن طريق الناس المختصين. نعم. مش عن تشهير بالتواصل الاجتماعي. التواصل الاجتماعي. نعم. بالسوشيال ميديا. يمكن يتصلون بالمسؤولين. نعم. عن المشروع. نعم. ويستلفونهم إياه بدون ما يدخلون في متاهات التشهير عن التواصل الاجتماعي. ويا وبنغاليين وركبوا دشان بدون ما يشوف شو اسمه يخبط لهم الصق يمكن 30-40 سنت عشان يركب الدش. هذا يأثر كثير. لازم يخبرون الشركات اللي هنا يبون يخبرون في أوقاتي على واير أوقاتي على
بيخبر حتى الموضوع بعد الديكور الداخلي لما يتم الدخول الداخلي في اي بيت له بعض الاحيان تاثير سلبي على البنيان اذا ما كان مدروس وخاصه تفادي هذه الحكومة اعطتهم اياها بدون مقابل في يعني 90% من الحالات والاراضي بلاش اللهم لك الحمد فالحمد لله يعني يشكرون ربهم على ان الحكومه اهتمت فيهم وساعدتهم بالبيوت لذلك اذا كان فيها شويه عطله وخراب هذا عادي ممكن يتصلح يعني من قبل لا لكن تسرع بالتصوير وتنزيل فيديوهات يخربون سمعه البلاد البلاد تعبت البلاد يعني ما لم انا هذا الشيء اللي انا اشوفه اللي يستوي انه تشهر في بلاده حتى لو يكشف في تراب الإنسان يقول الحمد لله, ما يسب ما يقول قصروا بنا وظلمونا ولا اي لا جزاهم الله خير الحكومة ما قصروا والمواطنين المفروض يتفهمون هالوضع وهذا ظروف استثنائية تصير بعض الأحيان يجينا مطار يجينا هو حتى ما يكون دائم هذا بالنسبة طالبك للقر الماي أي خر مسؤول الشركة مسؤولة بس يخبقون في الإدارة علشان يكون دش حق التلفزيون هذا اللي حصل هذه خربت حق التلفزيون أبوي الناس كلها صارت تصلي وأنا بعدني وخالد الله يسلمه محمد بن عبد الجليل بيظهر يترخص غير انا اريد اكمل الرمس ويا قال لي داخل وايد عالم نحن بنربس وياك خاري يعني ان شاء الله الحين ظهر مخاري وحرك العرب كلها وهم اخذت اياك هذا في اليوم وصلت المطار كانت عنده مره خالد تسوي مقابله مع الاخ صديق لما كان رجل ثوري ان شاء الله نعم ايام الستينات كان رجل ثوري قيادي ما يعرفون الرجال انا بذكر في الحرب العالميه الثانيه كان منهج قائد الحلفاء جنرال مونتجومري معليش رومل من هو رومل قائد الالماني في ليبيا في الصحراء الغربيه مسؤول لما المانيا بدات الانكسار ما كان يوصل الى روشن ولا ذخيره ولا شيء كان في الليل يسلبهم وفي النهار يقاتلهم سموه الثعلب الصحراء جنرال مونتجومري لما وجد ان هذا الرومل يقاتلهم بدون ما يجي اي شيء لا من البر ولا بحر جو شو السر قال بسير اشوفهم نزل في المطار دائما لما القائد الكبير بيزور منطقه فمعناه في هناك في شيء لما زار قال يا الافسر قال ان رومل قال ويلت رومل قال بابي قال هذا السبب عرفت ان سببكم من جبان مثلكم يعلمك ما يابتك تردوا من سلاح تردوا هناك الجنوب بعدين تسلمون لعند امك الرجل لازم يقدر رجل دوي في ايام ما كان الملك قلب الاسد فرد قلب الاسد ريتشارد فردنك لما كان مرض من سأله صلاح الدين ايوبي حرب في النهار وياه صار يعالجه بالطريقه ما يعرفها ولما عالجه هدف خلاله اخي قال هكذا رجال تقدر رجال في ميدان القاتل ولكن بعده قال انا كنت اتمنى عندي روم الواحد هذا من تقومري بذله فهكذا طال عمرك مات دائما رجل اعطى حقه الرجل لو خصمك ولكن اعطى حقه في ميدان القاتل لما هي نحن هنا مضرب ثاني. جزاك الله خير. ابو خالد شو رايك في الموضوع اللي تونا رمسنا عنه؟ والله بقول لك يعني نحن الانسان لما يشوف الخلل نعم اولا يحاول يصلحه بيده نعم وان لم يستطع بصوته او بلسانه وان لم يستطع فبقلبه فلذلك عديل أصحاب البيوت مهما كان يعني عليهم مسؤولية بعد خاصة بهم هم يعني هم بعد كذلك مسؤولين عن بيوتهم مسؤولين عن أملاككم خاصة أن الحكومة يعني وثقت فيهم وعطتهم البيوت بدون مقابل نعم فلذلك
أقل شيء يعملونه أن إذا هم مش قادرين تصليحه أن يقدمون شكوى للجهة المختصة أو مقترح أو يقترحون على الجهة المختصة بعمل الصيانة اللازمة. أما التشهير بالميديا والوسائل الاجتماعية هذا يعني سابق لأوانه صراحة. ومش زين، عيب عيب الواحد يكشف عن عمره ويطري شوفات وهله وناسه وهذا انت نقول ينشل اشراع يا هيب والله ينشل اشراع للناس كلها هيب الناس كلها تعال طالع الحين البلاد فيها الدنيا حين فيها من مود وفيها من مبغض وفيها من يعني الناس شو بتقول حين من غير انت حين شهر ببلادك خاصة ان الظروف الجوية عندنا يعني استثنائية مرة في السنة ومرات يمر سنين ما تينا ما تينا أمطار فلذلك يعني لابد أن البيوت تكون فيها خلل وهذا شيء عادي ما بعيب ما بشيء نقطة الخلاف حاليا التشهير هي. التشهير هو اللي ما بعدل صح نعم جزاكم الله خير على كل الحكومة جزاك الله خير مشكور يا أبو خالد شكرا جزاك الله خير يا الله يحافظك صبر أنت تحيدني الأول كشيتي طويلة نعم تعرف هاك الزمان أبو خالد أحيدك شد سمعنا سالفة ان حياة زايد شد فتن عليك فتنة ولين اليوم تحيدها شو سببها؟ كنا الشباب هذيك الايام ايام الستينات والسبعينات كنا نطول شعرنا نعم موديل موديلات البيتلز وهذا فالشيخ زايد الله يرحمه ما كان يحب الريال يكون شعره طويل نعم خاصة الشباب منه فلذلك في الميلة تدعيه واحد منه وطول شعره اول شيء يذكره ويقول له شوف جات الحين تصير عند الحلاق وتقص شعرك نعم وتجيز شعرك هذا ولا ترى انا المقص جاهز عندنا هني الله يغفر الله يرحم الله يغفر تولدين الهاملي صح؟ اسمك خلفان زين شايف انك في المانيا في 85 ومسؤول عنا من الشيوخ ممرينك على كل المرضى نعم. اللي في الهوليدي كل الهوليدي هاك الايام جزاك الله خير كان مسؤولنا المسؤول القسم الطبي واحد سوداني سوداني يسمونه ما ادري شو فرج الله شيء من هالقبيل كيف حالك اخي الوالد سلم على الوالد وعلى الوالد وعلى الجماعه يا ربي يكتب يا ابا لا اله الا الله يزيد من الوقت كان حياه عبد الخالق ويانا بعد نعم. ياس عبد الخالق بعد كان يتعالج وكان وقت جميل هذا الحمد لله والشكر وكان حياة الشيخة الشيخة بالتسعيد نعم بين يوم وتركي ترسونا مايوب هسات وحذبيات وحشيات نعم يا زين من الوقت هذا يعني الله يحافظ عمك صديق عمي صديق فتعلي شبت هذا عمك صديق فتعلي نعم انت شو بتخبرنا عنه ليش كل هالعرب تعرفه ما شاء الله صديق متواصل مع كل العرب ويصير لهم بيوتهم لينا الحين في العيل انا ما كنت حضرت عرس الا اشوفه ما كنت حضرت ما شاء الله متواصل مع جميع عزه ولا فرح اللي يكون موجود ما شاء الله متواصل مع كل الناس في العين ابو ظبي وفي دبي وين اعراس واحزانك وموجود سبحان الله نعم وريال خير يا شو كل يشكر عليه نعم. كل يشكر عليه ويواصل الجميع طال عمرك اللهم لك الحمد الحمد لله الحمد سبحانك يا رب أيار وايد سمعت زينة وطيبة هاك اليوم أنا يوم صورته ما أعطيت ديتيلز أنا ولا أعطيت أخبار يوم في عرس الهوامل ولا خبرت الشخص هذا منو فالناس تسألني أنت منو هذا اللي مركز عليه في التصوير الله في عيونك أحينا اللي سكت العملة وين والله خبت صبر صبر هذا أبوك والله طول عمرك الله يسلمك يعني كل طالنا ابوك وقع عليها خرب الله تعدو ابوك وين ما نسير ويانا خرب الله تعدوه ثانيه العيون ها بعد تباها ابو الحاج السلام عليكم كيف حالك كيف البيوت انت طايح في المشرف لو طايح مدينة زايد اشوف لا انا انت في المشرف اظل ليش تصدير الله يسلمك انا كلها تحرى العرب من سناعيني زين شو بتخبرنا عن هالرجال الطيب هذا شو بتخبرنا عنه يقولون كان الاول في دلمة هنا كان في داس وانت صادق داس هنا من اول الناس اللي اشتغلوا في داس ايام النفط هنا في الامارات اعتقد في بداية الستينات هي
طلعك هريا دكتور عبد الرحمن محروف وتخطيط ابو ظبي ما شاء الله من يوم الشيخ ضايق طال عمرك. لا اله الا الله، هذا من اللي مخططين ابو ظبي. نعم. من هالوين؟ من مصر طال عمرك. سبحان الله، شوف انت كشخه 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 هالاول، يعني الله يحفظه. ما شاء الله ما شاء الله. عيال فتح علي الخاجة كم واحد؟ عندك صديق، محمود، اسماعيل الله يرحمه، عبد الرحيم الله يرحمه، عبد الحميد، محمد ويونس. منو اللي باجي؟ اللي باجي عم صديق والد. هذا الوالد الله يسلمك حفظه ان شاء الله. زين. الوالد سمعت عنه لومه وايد. في سقطرة. في وين؟ في سقطرة في اليمن، حاليا في سريلانكا. ما شاء الله. سوى بيوت ايتام. ما شاء الله ما شاء الله، جزاك الله خير. هذا اللي ينفع الانسان، الفكر الطيب هو اللي ينفع. واحيانا نسوي مشتات اللي هي بيوت حق الاسماك في الامارات. ما شاء الله. في الامارات السبع من السرع لين كلمه. شركه يعني نسوي مشاد. مشاد في عام زايد ان شاء الله بالنزله. مشاد لزياده الثروه السمكيه ان شاء الله. لا لا لا. وين ينتهي البصره؟ والمشاد هاي تكون للعامه يعني. مش لحد خاص. لأن بعد هنا بعد العالم من الأماكن المحظورة، الأماكن البترولية، وبعد الناس من الخطر اللي يصيرون داخل وايد، نحن نسوي المشاهد هاي تقريبا ميل ونص عن البر. أيوة. فلذلك يعني يكون حق الغواصين والصيادين. والله هاي فكرة وايد جميلة يعني. رغم وايد سويتها. حاليا نحن نزلنا 200 حبة. ما شاء الله. قاعدين هي التارجت هنوصل 1300 حبة ان شاء الله. من السلع لين الفجيرة. ما شاء الله. لكن الفجيرة عندهم ما شاء الله ما يزدادوا الخير الله وايد. الحمد لله والله نحن مبازين الزود. الله يزيد. عام زايد ان شاء الله عام خير. الحمد لله. مبازين الخير ان شاء الله في البحر. هي قصدي لك العمق وايد في الفجيرة. لا في اماكن محدده طال عمرك مع هيئه البيئه، طال عمرك تنسيق مع هيئه البيئه. ما شاء الله ما شاء الله. جزاكم الله كل خير. دكتور عبد الرحمن مخلوف هو اللي مخطط ابو ظبي. اي نعم. من اللي خططوا ابو ظبي صح؟ من اللي خططوا ابو ظبي؟ نعم. زين. الشيخ سعد الله. زين. يقولون بعد في مكه شيء. نعم كان في بعثوا من الامم المتحده انسان مسلم. انه يخطط مكه المكرمه من خارج ال يعني هو خريج المانيا. معلوم كانوا يخططون مع الشيخ زايد على الرمل. نعم. خزران. اي نعم. الايام. نعم. شفت انا صور لك هذاك الايام كان شباب. نعم. سبحانك يا رب سبحان الله. الله يخليه ابوك من الشيء كله. شو بتحبين عن حياه الوالد الله يغفر له؟ الوالد انسان كان شخص معروف بالخير وكان يسوي مساجد ما دارس تحفيظ القرآن في معظم الدول الآسيوية. سبحان الله. في الفلبين والهند وما شاء الله عنده معهد يحفظ القرآن في أبو ظبي. ما في أبو ظبي يروح معهد تبارك الرحمن. وعنده وحدة في فراس الخيمة. ما شاء الله ما شاء الله الله يغفر له إن شاء الله. هذا اللي بيلقطه قدامي. إن شاء الله. هذا وإن شاء الله إنكم أنتم تصيرون على نهجه. إن شاء الله. إن شاء الله. الله يقدركم. والله يخليكم إن شاء الله يبوكم. عمك صديق. عمك صديق هذا روحه أسطورة. نعم. تبارك الرحمن. وين ما سير القطة قدامي. هو كان بغيت علوم ما شاء الله عنده معلومة. الحين تريا يتفيق على رب خلينا. إن شاء الله إن شاء الله. دكتور مخلوف السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. كيف حالك؟ الله يخليك. دكتور سمعنا عنك أشياء وايد طيبة. يا ريت لو تخبرنا أول ما زرت أبو ظبي. اول سنين يعني ذا حديث بقى طويل بقى. اللي الله بقدر انك عليه. انا 68 68 كان الشيخ زايد رحمه الله عليه. كان طبعا كان موجود. طبعا هو موجود. ايوه. وكان يبغى يكون لان كان فيه لسه الاحتلال البريطاني موجود. ما كانش فيه الاستقلال لسه ما جاش. فكان هم بيحكموه جابوا له الخبراء لانهم هم بينظروا الى ابو ظبي انها يعني مكان البترول. ولهم افكار في بشانه وفي كانوا يجيبوا خواجات يعني جماعه انجليز. وكان يبغى الشيخ زايد حد عربي يتكلم معه في هذا الموضوع يعني يعرف منه يتكلم معه. فالامم المتحده خبرته بيا رشحت عليهم خبروه من وين تعرفوه؟ فقالوا له تاريخي كله.
بعث لي وبيت واستقبلني وسألني الله يرحمه حسين إليه. من أول لقاء قلت في نوفمبر 66 كامل وقلت لكم 68. فالمهم سألني أول سؤال يقول لي له أسئلة حلوة سؤالين كويسين. عندك خوارط تبغانا ننفذها؟ شوف السؤال الأولاني كده. أولا تسوي اللي نبغاه. أنا السؤال الأولاني تفضل يعرف هذا الشخص جاي بياع يعني جاي بايع وأخذ فلوس ويمشي وحدا. الله يرحمه الله. والسؤال الثاني ولا تسوي اللي يقول لك عليه تقعد يقول لك عليه تسوي ونعمل. يعني يعرف إن أنا رجل اللي قال له يسمن يعني ما عنديش رأي شخصي. أنا قلت له إن شاء الله أستمع إليكم وأعطيكم في كل ما تطلبونه من أعمال ما نراه يعني ما يعني رأيي أنا والبدائل الممكنة بتختار منها ما تريد. عجبه هذا السؤال هذه الإجابة وقال الموجودين معهم بعد ما مشيت أنا وكتاب بعدين يقول لهم الرجال ده راح ينجح. الرجال هذا راح ينجح. أي نعم. ليه؟ لأن له نظرة جدا كان فرصته ومن قلبه يعني بيقولها وربنا سبحانه وتعالى مخلص وصادق ربنا بيرشده إلى الحق سبحان الله. اشتغلت معه طوال فترة عملي أنا كمدير التخطيط قلت له لازم نعمل دائرة تخطيط مدن لأن كفيل البلديات اللي في البلدية قلت له البلدية للتنفيذ أما يجب أن يكون هناك دائرة توجه. وأنا من تجربتي في البلاد اللي اشتغلت فيها كلها ما كانش بيبقى في دائرة مختصة للتخطيط لكن أنا قلت لازم من دائرة للتخطيط وفعلا ونفذت هذا وجدت التاريخ كله في هذه الأمور وعمل وافقني على ذلك وعملنا مثل أهل المسؤولين قبلين أو موجودين حتى بعضهم لكن يعني قلت هذا الريال جاي ياخذ مكاننا يعني مش مكان حد ولا مكان أمانة مسألة أمانة كل منا إذا يعني أعطيها مسؤولية لابد أن يكون أنه كان هو الأول في كل الأمور هو اللي أنشأ المعاهد الأزهرية معاهد الدنيا كلها في مصر كلها يكون يدك قد هو اللي أنشأ. ليه؟ لأن كان الأزهر هو المكان الوحيد وكانت الناس كلها من الفلاحين من البلاد الصعيد ومن البلاد وكان بحري ليه بكل سنة وكتبت عنه ما لم يشهده غيري أنت معه يعني في الكتب فكر مكاتب أنا أصل كل حاجة من الكتب أنا عندي كتابة كثيرة وكنا عملناها طبعناها في كتاب ثم كتاب ثاني الكتاب الثاني فيه توثيق التراث العمراني لمدينة أبو ظبي وإنما فيها طوبة طوبة أنا كاتب من التاريخ بتاعها من المساكن إلى الخدمات وإلى المساجد وكل ما فيها وما نشأ فيها وعليها وكان العبد الفقير فيما يؤديه والله يعني بحسبنا ويعني نتوخى الصدق والأمانة وربنا سبحانه وتعالى تقبل مني فيما لأني نجحت في الضبي جدا وعطيت صفة في العالم كله ما في مثلها. الدكتور عندك طال عمرك في شيء من الكتب ممكن يتدرس في الجامعة أو في المدارس موجود ممكن يستفيد من الطلبة. أنا أقول لحضرتك الكتابين الأولين أخذوا يعني منهم حتى الدرجة أن في دبي بعثوا لي الأسبوع الماضي عاوزين كتب التخطيط العمراني نصف قرن مع تخطيط المدن والتاني توثيق التراث العمراني لمدينة أبو ظبي طلبوا مني نسخ اديناهم انهم يتفضلوا وعملوا توكلوا على الله وعملوا اشتغلوا بيهم. الله يعطيك طولة العمر. الله يعطيك طولة العمر. اول ما جيت أبو ظبي شو كانت؟ اول ما وصلت أبو ظبي الكتاب انت ما عندكش كتاب ان شاء الله انك بتعطيني اياه ضروري. كيف كانت كيف وصلت الى أبو ظبي عن طريق ايه؟ كانت اللقاء الاول طبعا يعني حتى عندي يعني كل حاجه مسجله عندي كتابيا وتصويرا وكل شيء انها تبقى مرجع يعني هذا كنز كنز والله صحيح يعني فعلا لما حضرتكم تشوفوا الكتابين دول يعني انتم شو اسمها موجودات في المكاتب استاذ؟ لا مش للبيع اطلبوها من الجهات الرسميه عندكم يعني وطلبتوها من الشؤون الاسلاميه وطلبتوها من
حقيقة تنقسمي يعني. شو المسمى؟ اكتب عنه كله. اها. هو مسجل قاعد يسجل. ياسر سجل. تسجل رحلة العمران. رحلة العمر مع العمران. مع العمران. هذا كتاب واحد. عندك كتاب واحد. والثاني. والكتاب الثاني توثيق التراث العمراني لمدينة أبو ظبي. كتابي. أبو ظبي مدينة أبو ظبي. طبعا أكبر منها يعني المقاييس كلها مرتبطة ببعضها البعض. نعم. على الكرة الأرضية. فليس معنى الكلام عن أبو ظبي إننا ما بتكلمش عن غيرها. لأن في كل ما في هذه المدينة مثلا له اتصال بالمدن الأخرى المدن الإقليمية من حواليها غير ما نسمى أبو ظبي الكبرى مثلا وغيرها في المنطقة الغربية في منطقة العين وفي المنطقة الشرقية والغربية وكله كل ده برضه مسجل في هذا التاريخ والتاريخ مش التاريخ تاريخ يعني أنا أوريكها يعني أكتب عنها ولست صانعها إنما كاتب عنها ما شهده او ما اطلع عليه او ما امكنه ان يديه معرفه. يعطيك طولة العمر ويخليك ان شاء الله ويطول بعمرك. نحن فخورين انا ما لا تتصور لاي درجه انا سعيد اني شفتها شخصيا. الله يخليك ويبارك فيك. انا خالد الخالدي. يعني لا ما شاء الله عليك الله يعطيك طولة العمر ان شاء الله. يخليك ان شاء الله. يبارك فيك. الحمد لله. دكتور عبد الرحمن مخلوف سامحني ازعجتك من كثرة الاسئلة اللي ما توجه فيه على الله يبارك فيه. مبسوط في الامارات حاليا؟ نعم. مبسوط في الامارات بعد مرور هالسنين كلها في ابو ظبي؟ مبسوط فيها من بعد هالسنين؟ الحمد لله طبعا. كيف عيشتك الحين من بعد التقاعد؟ وين قاعد؟ وين شو الموجود حاليا؟ والله طبعا ده حديث نواحي الاجتماعية وفي نواحي الاقتصادية وفي النواحي العلمية فكل هذه النواحي كلها والحمد لله ظبي والإمارات كلها جميعا يعني بلاد يعني ربنا وفقها وأكرمها وجعل منها ومن أبنائها منارة للكرة الأرضية كلها يعني البلاد العالم كله بتنظر إلى هذه الإمارات وتأتي ويتعلموا ليعودوا إلى بلدانهم بأمثلة واقعية وليست نظرية فقط. نعم. كل ما في الإمارة منسكها الإمارة إمارة من رأس الخيمة لغاية كل ما فيها من الإمارات كلها لها رسالة تؤديها وتفخر بها وهو الحقيقة مثلا لما نشوف الاهتمام الشارقة بالثقافة وكل البلاد ورأس الخيمة تنظر إلى الأمور كلها نظرة طيبة وخصوصا ما يتعلق ب يعني استقلالية الإمارات وحقوقها يعني التي يعني لا تفرط فيها ولا يسعها أن تفرط فيها الجميع أدوا رسالة وبيؤدون رسالة مستمرة والحمد لله إحنا نفخر بهذا ونعتز به وأنا شخصيا بقالي هنا هو دلوقتي 50 مش كده ولا 50 ما شاء الله 50 سنة في أبو ظبي فأكثر يعني عندي جواز نعم لا ده مش جواز بس كده ده مش جواز عادي كده لا ده مسميه بالمولد بالولادة بالمولد يعني معناها ايه ما هياش لا دي لها أبعاد معينة اصطلاحات هي جواز بين مثلا أخذ يعني طلب وعطي وبتاع وكده لا دي هي بالمولد الوثيقة بتاعتها اعتذر يعني انه يعني دي قانونية حاجة قانونية وتعطي حقوق يعني المنصر الشروط تعالى سبحان الله وديك الحياة لما ننظر لكل الامارات وما ادته انا عندي طبعا تسجيل لهذا كله موجود عندي في الكتابين اللي انا عملتهم الكتاب الاول ده بيتكلم عن الشيخ زايد وتفكيره يعني لدرجة كان يقول لي ايه هو منح كل المواطنين الابناء كل بيوت كل واحد سماها البيت الشعبي وبعد كده كبرها شوية اضاف اليها المباني التجارية كمان
وكل الأشياء اللي منحها للأبناء كله من كذا، وليس يعني وضيبي وحدها ولكن كل الإمارات. سبحان الله. وأنا عن يدي يعني باعتبار وظيفتي مثلا في مراحل معينة كنت أنا نفذ تعليماته ونفذها ونوثقها وتكون رسمية. نعم. يعني مش كلام ما شافوا كذا بروح وثق كل أوامر تتوثق. كل أوامر وكذا موثق والحمد لله، وأنا كنت حريص على هذا التوثيق. ليه؟ لأني أعلم من خبرتي في كل العالم وفي الحياة إذا لم يكن يعني بدون قصد. جميل. إنما تكون كأنها بعدم معرفة، لازم يكون في نظام معين. وين عملت الحياة بهذا كله؟ توثيق. توثيق أوامر زايد. قوانين لازم تبقاش متصلة بصور واحد. أيوه. مساحة متأكد. لازم بين كل مساحة 100 ل 50 مساحة كذا متر. نعم. الثانية مش تبقى ملزوقة فيها. لا، لازم في فاصل. شو السر في هذا؟ السر في هذا. افرض مثلا الاثنين دول كذا بنفس صح، ده توف وده موجود. طيب نعمل ايش؟ الله يختلفوا مع بعض، ده يبقى مختلف مع ده. لا، لازم يصير هنا هو مسافة، دي تبقى ممرات تعمل فيها السلوك، السلوك الاشياء محتاجة خدمات، خدمات اللي هي هذا كثيرة وتفصيلية، وانك حصلتها وبينتها تماما. نعم. يعني نعم. هو يعني تسميده وفكره احنا محمد يعني كان ظالف نقول ايه، لو في اثنين اخوات ما نحناهم اخوة، ما نحناهم اراضي، خليهم جنب بعض لا تبرفهم عن بعض، ده هلو لا كلهم في مكان واحد. لا اله الا الله. عشان تصبح القبائل وحدة القبائل في نفس المكان. تصبح مثلا هنا يقول لي بقى انا عارفهم اسامي القبائل كلها انتم عارفينها، وكان دي كلها موجوده في المكان بتاعها، ده يدور كل واحد فيهم عشان ما نفتتش القبائل. وكان ايضا اكثر من هذا ممكن يمنح من خارج قديمه عمل سمى الشوارع. اي نعم. تسميه الشوارع كان حريص في تسميه الشوارع اللي نحط فيها اسماء الاجداد القديمه أول الذين لهم فضل على هذا المكان على حد المنطقة، شارع اسمهم. وبعدين عمل أشياء كثيرة يعني تؤجل هذا المكان. وبعدين جه بالنسبة حتى لمدينة أبوظبي في شارع درم عشان أهل أبوظبي مثلا ما يظنوش أنهم منفصلين وإنهم بس في الجزيرة. ده هنا دي المنطقة الشرقية الله يغفر والعين وكذا كل يعني كان بحث وهبه، وده بتوفيق من الله سبحانه. نعم. ولا يقول الإنسان أي شيء هو يكتسبه من خبرة أو معرفة إن هو من عقله هو اللي يصبح زي قارون. أنت عارفين قارون قصته إيه؟ نعم. ربنا خسف به لأن أتيته على علم توصي فيه تعالى. إيه قال أتيته على علم. أيوه يقول أتيته على علم، كان الكنوز بتاعته تنوء بها العصبة، تقول يعني عصبة كبيرة غصبة. نعم. يعني تسعة. يشيل كنوز مفاتيح الكنوز بتاعته. الله. طيب هو تعالى عم انت بعد من عندك ولا من عند ربنا؟ فالمهم لما كان هذا خسفني لما تكرر يعني تنكر او لم يعترف بهذا ربنا سبحانه وتعالى انزلنا في القران فخسفنا به وبداره في الارض. في مصر بحيره اسمها بحيره فاروق. نعم. هناك تحت البحيره. تعالى أكرم هذه البلاد بزايد وأبناء زايد والشيوخ كلهم في كل إمارة من الإمارات وأبنائهم، ولهم دور وعلم ومعرفة، فدي نعمة كبرى مش موجودة في أماكن أخرى وفي دول أخرى مثل ما هي موجودة في هذه الإمارات. هذا الحد الحمد لله من فضل الله سبحانه وتعالى. وأنا عايشت بالمرحلة بتاعت نشأة الاتحاد من الشيخ زايد رحمه الله.
مرايا أو لهم احتياجات وعندهم مشاكل إلى آخره. فقال لهم جميعا وجمعهم قال لهم أنتم في الحزب كل منكم لو ترى لازم نتحد معهم في الاتحاد قوة ولازم نتحد معهم معهم بالاتحاد لأنهم لو لهم كل بديل إذا لم نتحد هنصبح إحنا متفرقة لا قيمة لنا لأنها تبقى دي يمكن قد تنشأ بيننا يعني نقول منافسات مش عاوز أقول التسمية الأخرى فهنا تبقى المسألة لا تنتهي إلى ما فيه الخير لكم جميعا اتبقوا معي أن نحن نعمل ذلك وفعلا تم الشيخ راشد بن سعيد واتبقوا وعملوا الاتحاد وكان الاتحاد هذا الحقيقة بركة كبرى على الإمارات كثيرة جدا وتفاصيل تاريخية مش ان بعد بتكب بطلع من ألف من شعر من شعر لا أبدا أو أنا بقولها كده من مخي لا أبدا يعني كل شيء موثق وأنا عندي توثيق كل حاجة وفي عمل ودي طبيعتي أنا في حياتي كلها وفي علمي في المعامل يعني كل لازم أوثق كل حاجة قد لأنه ما رويت ما عندي في مكتبة تسجل فيه البداية بتاعت كده مش هقول لكم مسودات في التسمية دي غلط يعني بقول الأوراق الأولية أو الأوليات اسميها من الأوليات مش المسودات المسودات دي تعبير سخيف مش حلو لفظيا أصلا فدي موجودة عنده ثم يعني فعلا حضرتك تشوفها يعني أقول لك إيه دي طبيعة رحمة الله عليهم العمر طويل لك إن شاء الله يعني. الوالد رحمة الله عليه كان مفتي الديار المصرية نعم مفتي الديار المصرية نعم رحمة الله عليه وعمل بألوف هو اللي عنش دار الإفتاء بالشكل اللي هي فيه من الآن وبقى منظمة طبقا والفتاوى ما تكونش عشوائية وكذا وكذا وإن شاء الله يكون من حضرنا أعطيكم عن الكتب بتاعتي اللي أنا سجلت فيها وحتى مش أنا طبعها الجهات المسؤولة نعم عملوا تسجيل للفتاوى بتاعت الوالد دي يعني دخلت في سجل التاريخ الإسلامي بشكل يعني التطبيق الحمد لله التطبيق للإسلام عقيدة وشريعة وطبقها في الأماكن في البلاد المختلفة من بلاد المسلمين وكل بلد كان له مساهمة وكان له ميزة وله شخصية وكان له يعني دور لا يمهمله تاريخا أبدا وهكذا أمر عادي بلاد رابطة العالم الإسلامي نوجه الأنشاء ليه المسمى المتعارف عليه في مصر عن الوالد شو اسمه؟ الشيخ حسنين محمد مخلوف أيوة مكتب الدولة المصرية فشوف هو أنشأ رابطة العالم الإسلامي ليه؟ لأن الله لما كل بلد من البلاد الإسلامية شكره والاعترافه بالفضل الكريم وأنه من فضل الله على هذه البلاد أن بعد ذلك كان الأبناء كلهم خليفة ومحمد وإخوان أخذوا منه وطبقوا وحارسوا وهم حارسين على استمرارية ما ورثوه عن أبيهم زايد رحمه الله عليه وشيخ زايد طيب الله ثراه أنا أسميه كذا كان قائدا عظيما إنسانا كريما وقائدا عظيما ودي في كتاباتي أنا أخذت ونشرت منها الكثير إنسانا لأن كان في فيما يصدره من أمر إنساني ما معنى إنساني لا ينظر الأمور كده هو سطحيا كده لا إنسانية من قلبه هذه الإنسانية دي معناها إيه دي صفة يعني لما ربنا يوهبها لعبد من عباده بتبقى كبيرة وقيمة جدا وقائدا حكيما القادة تقتضي الحكمة إذا هذه وتلك مع بعض يتجاورا ويؤد يعني شيئا يعني مش نتائج باهرة والحمد لله قد أكرمنا الله كونك أنت راعي شركة مقاولات شو تشوف أنت الخلل اللي استوى اللي حين العالم كله تتكلم عنه وعن الشخص هذا اللي صور بيته ان البيوت صب البيت يظهر من تسربات المياه من الجوانب من داخل من منابع الوايرات الكهرب شو اللي تشوفه انت والله السبب الاول ان بعد ما سلمنا البيوت الشعبية وعليه ضمان 10 سنوات بالذات الوتر بروف ان اي مطر امطار 10 سنوات مضمونة أيوة
السبب الوحيد أن إذا كان جاء صاحب البيت وياب العامل ما يعرف ولا شيء، ما يعرف وين أي مكان يسوي الدريلين 20 سنتي و30 سنتي لازم بيصير لي تنظيف المرازيب. تنظيف هذا سبب ثاني، إذا تسدد المرازيب الماء طفر استوى حوض، طفر استوى منسوب، إيه فاستوى زاد نزل على الجدار، الجدار غصب عنه ليك بنزل تحت أكيد. إيه نعم سددات المرازيب راحت لجنة، راحت لجنة لجنة مختصة وكشفوا على المواقع لقطوا 90% من البيوت مرازيبها مش منظفة. مو منظفة. الحين أنت إنسان الله عاطنك مخ وحواس، تدري إن الوقت مو خم، ومخبره الحكومة، مخبرين الإعلام والتلفزيون، وقالين بتي أمطار، مش مفروض إنك تخم حويك، ما مفروض إنك تنظف المرازيب، مفروض هم لا خلوا. هي. أما الحكومة ما قصرت شروطها في الكذا من درجة أولى، من درجة أولى، ولا تشد صار ليك عنا من تاريخ المقاولات. إلا السبب هو مالك. أيوة. أن المفروض كل واحد هذا بيته قبل يوم يشوف أمطار، على الأقل يوم يشوف المطر يوم مرازيب لازم ننظفهم. معلوم. لأن شو بيستوي له حوض، عبارة حوض. إيه. ما تلوم الشركة. لا. ما بالحين ما بالله لوم الشركة. لا. لوم يا أبوك الجهات الوزارية وينشرون في السوشيال ميديا وكل حد عنده حساب ظهر والله حسابه نحن والله بيوتنا واستوابنا عجيب. نظف بيتك، فك بيتك ونظف المرازيب والأمور بتغدي عدلة. لا والله أول البناء اللي هو المفروض يكون القوة الكونكريت دنسيتي ماله 20 و25 للدور الأول دور الثاني. نعم. يسوونه دنسيتي 40 و50 و60 هذا مستحيل يصير في أي شيء إلا كان مثل ما تفضلت المرازيب أو يسوي الدريل يركب له الدشات 3 و4 ويقول باكر تعال بكل الإمارات. نعم. ما سخر ولا سوى ولا شيء لأن التصاميم عالمية صراحة ظلمت وتفضل وأكثر شيء يركزون على الحمد لله معازيبنا وشيوخنا ما مقصرين على الله يحفظهم إلى الله يطول بشاء الله العمل يوم ولا يشيخ يمرون على الأشغال شو يستوي وإذا شافوا المقاول نشيط شجعوه شوف أنت وأعطوه نعم وإذا شافوا المقاول شجعوه بعد بعد أدبوه ما أدبوه يعني قالوا لي يلا أبوي خلصوا يعني زي ما تقول نصيحة سريعة بين اليوم ما شفنا مقاولة تغرم وكل يعفون من رغبنا في مقاولين وين يتأخرون سبحان الله لكن ما قالهم على التأخير يعني جزاكم الله خير طال عمرك ما اللي توك تقولها عن أجدم دكاكين أجدم سوق طال عمرك شيخ زايد الله يرحمه أمر الوالد أبوي بالبناء 14 دكان في 1939 هذيك الأيام كان ريال فرنسي أعتقد كان العملة و... نعم. سبحان الله منو له كان الدكاكين؟ شيخ زايد وزعهم على على العرب نعم حتى التجار ما كان تجار ما حد تجارات قال حق أبوي وين تجار قال ماشي طول عمره لنيني بقى الايام اللي موجودين في دبي وابوظبي وتعطيهم راس مال ويابهم اعطاهم على 100 روبية 150 وحد 200 الميتين على 200,000 هذيك الزمان لا اله الا الله وساروا دبي حملوا على ركاب ما خلوا من بزار حتى البراقع ويا بعد ما يعني كل شيء برزوا بهن اي برزوا بهن دكاكين والعموله ما كان مقايض يعني ما شيء فلوس اي نعم ما شيء هم بعد يبيعون يسيرون دبي بعد يبيعون كله بالمقايض بعد يستفيدون مرتين شوف انت مره هني يشترون الفائده وهناك يبيعون الفائده سبحان الله وهذا يستمر نعم وكان من ضمن العرب الموجودين هناك للدكاكين اول شيء باصر الناصري ايوه واحد يسمونه سعيد حنتير واحد علي مو متأكد بس هذول أربعة اللي هم التجار في العين في العين ها؟ في العين سوق العين
السوق الحين مقر وين سوق السمك؟ ايه سوق الخضار هني. سبحان الله. زايد صار مكان مرتفع هذيك اليوم بالنسبة كان مرتفع حتى اللي كان في قرطة كبيرة اختار القرطة في النص عشان قريبة هنا فحط اختار اماكن عالية عشان ما يكونش المية من تحت وتضيع الاساس ما تعرفش تعمله والناس تستظل بظلة تلقرطة ايه نعم ويستوي البيع والمشترى هنا في الموقع شوف نعم. نظرة حياة نعم. زايدي على هالجنة نعم. اختار العلاوة هذه شو القرطة عسب الناس تتضلل بالضبط سبحانك نعم. وهو الشيخ زايد من أول الحاجات اللي طلبها مني أنا كنا من سجل تزاول بشأنها مسألة الأسواق قلت له طول العمر أنت الحين بتدي لكل مواطن دكان يقدر يعمل دكان لازم نعمل لهم سوق والسوق ده يكون منظم ويكون مسوق يعني معمول هذه منطقة كذا وكان منطقة كذا دي فيها خضروات ودي فيها كذا وفيها كيف ودي فيها كيف طيب دي عملنا مخطط للموضوع ده عملنا مخطط درسناه معا وفق عليه وكان هذا هو السوق ثم يعني السوق الأول اللي أنا عملته معاه كان في شارع حملان حملان نعم وبعد نعمل طابقين لهم لا يمكن أبدا رفض أن نعمل السوق طابقين أن تقولوا ليه شباب قال لأن أنا مالك السوق الفوق غير التحت تعاركوا مع بعض كيف بعد شوية قال أولادي بتوع دم بتاعي لا كذا الأخير كده بعدي اسمها إيش مسألة يعني متداخلة وحتى عملنا السوق ثاني كنت أنا مسميه السوق الأبيض لأن بنيناه كان معمول في حتة فيها كله استعملنا الحجر في الثمانينات هذا؟ من السبعينيات أنا لحقت عليها موجود قبل كم من سنة شلو يعني مش من زمان مين؟ يمكن قبل 25 سنة تشال ما هو تشال إيه؟ أنت بتسألني عن شيء كان أنا بكلمك شيء كان موجود وبعدين أنا عارف اللي شالوا مين وليه آه. ودي ناس يعني بيبقوا أعداء لأنفسهم عند الله يعني بيصدوا شر مش خير طبعا وكم هو حد دكتور شو سبب زراعة نص الشارع كان المفروض في نص الشارع ما يكون في زراعة تو قلت معلومة ياليت تخبر للناس بها الهدف منها أن الطريق في اليمين نعم. كذا ده داخل وده خارج زين. فيبقى لو تركنا مفيش مفيش فاصل بينهما الأضواء بتاع سيارة هذا مع أضواء سيارة هذا قد تؤدي إلى الخلل وما يشوفش وخمضه بعض زين. فأوجد هذه الجزيرة الوسطى في الشوارع فكرة من كانت؟ فكرة هو الله يرحمه ده حتى في أشياء اللي جانب الطوار الأيمن والطوار الأيسر ما يبقاش المباني جاي عليه بناء في فاصل حتى البناء الرصيف بتاع الرصيف ده والدخول إلى البيت والبيت يبقى بين المباني هنا هذا يكون مفهوش في المباني يبقى فيه زراعة دي كان والله من أفكاره وكان لأنه هو من سفرياته كان هو يسافر وكان ماشي تحت قول الإمام الشافعي سافر ففي الأسفار خمس فوائد السفر عنده كان سفر كل البلاد يعني حوالينا اشتريت انا معاه خلاني اصور حرف فيها قال له روح في هذه شوف ما فيها فمن ضمن رحته رحنا في امريكا الله اكبر وهذه الرحله انا شفت فيها الامريكان كانوا حريصين على شيء بعد سياسي كان موجود زمان ايه هو كان فيه ما علي ترى صورتك انا حين ما علي سامحني عاده زين عيد الرمز اللي تو قلته لهيب انك كيف عرفت حين والله استخبرت منك يا ابو محمد جزاك الله عيالي في الدوام استخبرت منك وصدم ان الرجال هذا عن نفسي انا مو بالوالد لو الوالد اخوكم من زمان ومن سنين بس بعد نحن انا كحميد القصر في حد عمي يعني اصبح سبحان الله التواصل الاجتماعي التواصل الاجتماعي اعظم السوشيال ميديا وايد يجيب أشياء إيجابية إيجابية أكيد في ناس تستغل بشيء سلبي لكن الإيجابي 99% إيجابي يعني جرب لبعيد الناس تعرف علوم هل الدار في الميالس في الأفراح في الأحزان في كل كبير وصغير الناس تدري وتعرف شو اللي يستوي الحين ريالكم فيديو يعرف حتى من هال السعودية حين هاك الرجال منو عثمان الحصيني والله والنعم الله يسلمك والله
أبو محمد هذا مطعمك خبر سودان. يا سلام كل مكان الخوالد انتم المكان. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، مساكم الله بالخير. أبوها ترى طريق العين، طريق العين وضبي. تحرون عماركم انتم أبوي في أدغال أفريقيا. شو ما شاء الله عدها من عقب رشد المطر. شو قاعد قاعد الدنيا؟ إيه رشيشة هالمطر هالبسيطة قدت الدنيا. تعرفون حاليا شو صاير؟ يميع المسجات هالمسجات مال برق الإمارات تو مبلشين الحين رساله فحواها ان اللي مصورين ويقولون ان والله بيوتنا خرت وبيوتنا طاحت على روسنا والماء يظهر من فيش الكهرباء وما ادري شو ظهر لنا من الماء من تحت الشبريه وظهر لنا ما ادري الماء من واير التليفون. احنا ابوكم شو بتستفيدون انتوا الحين؟ الحكومات كذبت، الامارات كذبت، برق الامارات كذب. انتم ما تخيلون ماري عشو تونس. انتم سيدان وهي هذا اكرمنا رجال في خير اللي يسوي هالدروب. هذا ما بانسان في عقل ولا حاسيه. يا رجال بتخرب سمعه بلادك انت. الحين ما بيالس تسوي سوالف ولا يالس لابس سويعي وتطلب من قدام مسيد. انت يا ابوك يالس تشوه سمعه بلاد. انتم غيرك اللي جالس تصور وتنزل في التواصل الاجتماعي. البلادين اللي من غير البلدان تجلس تاخذ الماخذ هذا بموضوع جد. انت مسوينها نكته ولا مسوينها يعني مريله ولا تستعطف اللوادم ولا تستعطف؟ ما بهالطريقه. في صندوق اقتراحات وفي صندوق شكاوي، لو خليت خربت ما بعيب. يغلط الانسان ويغلط المخاول ويغلط اللي يسوي رصيف ويغلط اللي يركب كهرباء. كل انسان يغلط. يا اخي ما تجلس الشهر. والله ركبنا الطياره ما اعطونا اكل، خراب الطيران هذا. طيران مكلف مليارات اسب ويبع يك انت بارده ويك بارده كذا. زين تعال انا خابر. والله مشكله انت وحد يعني هاي ننو لي مين. شوفوا توا يسوونكم عيستوها. فالإنسان الغيور على بلاده، الإنسان اللي يحب بلاده ويحب حكامها ويحب أهلها ويحب ناسها ما يجلس يشهر بجماعته وهله، ما يجلس يشهر ونفترض صار اللي صار. نفترض صار اللي صار. أبو الحين الناس تبني السمعة، بناء السمعة هذا ياخذ دهر، ياخذ سنين لين يظهر الصيت. ومن يظهر الصيت ويشارل بالبنان يظهر واحد ما يسوى شف طعام يلس. والله نحن بيوت اللي سكناها البيبان تطيح ابوي، لانك جايب ملباري وجايب بنقال يسحتون البيبان ويرسمون لك عليهم خوار ونكش. على هالاساس تغدي البيبان ضعيفه. ليدار ليش يخر؟ مخب جنة تراك مركب في جميع المنحوتات ويبريع الوايرات مسوي عمرك بالعريفه. وان السقف يخر ابوي. المرازيب البيوت كلها كشره تفرات عيالكم وما فضل عنكم. يوم انت وهالبيت تفررون التفرات فوق الوارش وفوق السطح لازم بينسد ابوي هذا شو اسمه المرزاب بمبز داخله لازم بينسد. وقطن وما فضل عنكم لازم بينسد. وبي المطر وبتتجمع الامطار فوق وبينهم. لو يبل يبوك بيتك لازم بينهيم. وزن الماء ما ماشي يتقل عنه، ما تقل عنه الا دم اللي ينشر الاشياء هاي في التواصل الاجتماعي. والله سالفه هاي بعد سمونه ولا بحرق بيتك. يعني تبوي عباره انك انت تتغاضى. حد يبوي يحرضك انت على هالبلاد اللي تسوي هالنمونه اكرم منك صاحي. الانسان اللي يبو شيء قوانين ونظم وشيء لوائح. اي انسان يشين لبلاده ولا المسؤول ولا الدائره او مكان ابوي قوانين واضحه. هاي يسمونها ما ادري شو الالكترونيه مكتوبه تم قارنها والله في جريده
انت ارسل لي هيا في المسج، سويت كابتشر يغير لازم اظهر حين من عندكم واسير واقراه وارد اخبركم عنه. ما في اخاف اضيع عني السالفة. لا والله القوانين شي قانون مال الحرب الالكترونية. هذه الحرب الالكترونية قانون الالكتروني، يعني اني يعني الانسان اللي يجلس يشهر بالديوان الحكومية بالمسؤولين وبالناس المسؤولين، يعني هذا اكبر عيب عليه، اكبر عيب عليه. بين زخ وبيتغرم شي قريت وبين عقب في سجن ينبغى. ولو انا منكم، لو انا والله من اللي عندي اتخاذ القرار، ويا ليت بعد صدق قال لي مظهر انه ما بصدق. صارت لجان وكشفوا على هذا اللي يظهر في بيته، وان تسرب الماء يظهر من البلك مال هذا مال الكهرباء، ظهر ابوي روحه مخبت البيت، ويايبين ابوي مال هذا مال يسمونه الدش اللي فوق، ويايب ابوي عمار روحه من غير، والمرازيب مسكره بتفرات. مفروض من يجي المطر، ترى قالوا لكم امطار جايه، ما فيكم حد يصير ينظف الحوش، ينظف الحوي، يخم ابوي السطح، ينظف المرازيب. هيداكم اللي تصلقين تتعدلين ومن فوق الله الله من تحت يعلم الله. الشباب ابوي بدل واحد من يتي رشيشه مطر، ما قال بركب ابوي فوق بلحف شارع هليه، بلحف ابوي كان عندهم حطب يو جايبينه، بلحف بطربال، ولا عندهم ابوي واني عيش خايف الحوي بلحف. اول ما يت نفيفة مطر دق السيارة سلف، وينك يا السيح، وينكن يا الوديان، وينكن يا ليبال، ينة العرب. زين أمن بيتك وأمن أبوي فريجك ولاحج على الرغدة، لاحج على الرغدة. ما يستوي والله العظيم إنها مصايب. يلا حنجري بوصل العين ولا حد دربان واحد من أول ما استليت. شو ما زين العين تبارك الرحمن يا الله. اللهم صل على سيدنا محمد تبارك الرحمن ما شاء الله تبارك الله. يا الله يا رب تحفظها من دار. جايبين من هل الكويت يكلمك. ها اقول لك صبحك الله بالخير يا ابو محمد، وكيف اصبحت طال عمرك، ولي والله الشرف مره اخرى ومره ثانيه معرفتك وصداقتك. وبعدين الله لا يفرقكم انت وصلاح، صلاح صراحه شخص يدخل القلب. الله الله نفسي اني اكون معكم في هالجلسه. يا سلام. وسلام امانه وصل له سلام من اهل الكويت، قول له يسلم عليك ويشرفنا زيارتك انت وهو للكويت. ايش رايك صراحه؟ امانه احب لي خشمه نيابه عني. يلا جيب خشمك. والله لا يغير عليكم على الفرحه والسعاده اللي تويه فيها. بارك الله فيك. شكرا 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 يا راعي الكويت. هذا عاز منك الكويت. انا بتصير ايه؟ يا قول على الخشم خشم. لا شو كيف قول على خشم خشم. شكرا صلاح. ابوكم انا جاي الحين معزوم على فينيال القهوه، وداني يمين يسار يمين يسار منطقه اسمها النايفه، اول مره بحياتي اياها. وانا ياس اتحرى بيت الجماعه لانه معزوم عندهم على فينيال القهوه. قرب السوق هناك وين عين الماء، ترى يا ابوكم اطراف العين ويا سنة حوط اللي هناك من الصبح، الوعد بيني وبينهم المغرب، وتوقعت ان المكان اللي قريب فازمت هناك اتمشى في المنطقه هذيك، ما دريت ان بيتهم ما شاء الله بيتهم روحه يا ابوكم يباله سفر. اول العين النايفه اول مره بحياتي ايها. وكل ما زين هلا من المنطقة هاي النايفة وبيوت مرتبة. فخبركم ترى 99% من مناطق العين، حيث انها منطقة. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، مساكم الله بالخير. يا الله يحفظكم. انا خبركم وين، ما خبركم من بسير، انا ابوني قال لكم بسير عند اللي عندهم باكر المايوب اللي باكر الافتتاح الرسمي على سبه، يا غير الافتتاح الرسمي الله يحفظكم تأجل الى اجل العلم عند الله وين ومتى، يا غير باكر بزور المكان هذا وبتشوفونه مكان عظيم وجميل واسمه مرتبط بشخص عظيم من عظماء الدوله او يكاد ان يكون
ما في انطريت الحين بتعرفون لكن باكر ان شاء الله. هذا عن بكره، بكره بيكون زيارتين، الاولى للموقع اللي مسمى باسمه المكان هذا، والثاني على الله يحفظكم نخيل العين وجد الفلاي يعني الاماكن هذه. هذا بكره زين. الحين هذا هنا وين؟ الحين بخبركم زين. تحيدون في الياباني على الله يحفظكم رجال من رميثي اللي قلت لك صورت وياها قصيروني. هي قصيروني خير ان شاء الله زين. رمسنا ويا سولفنا ويانا عاني لين هاي البلاد اللي كنا فوجي، ويوم صرنا بعد طوكيو، طوكيو العاصمه، حلف مليون يمين انكم ما تدون عن الثلاث الغرف، وهو ستيودنت وطالب حيث انه ظاهر من بيت كرم، والله يبوكم نأدى عن الثلاث الغرف، وهو طالب ونحن جايين بطريقة رسمية وبتبع شركة، والله يبوكم نأدى الجيمة عنا نحن عن ثلاث الغرف. وحين يوم يا من طوكيو قال لي بوي نحن ترياك الحين في البيت الوالد، وانا لو ادري ان بيت الوالد فنان لهالدرجة جيت على عين النهار حديقة تبيع وتشتري في كل حديقة. الرجال هذا ها تعال ياي. تعال السلام عليك. وعليكم السلام. حيدون هالرجال منو؟ بالغترة يمكن شوي غير. زين خبر بعمرك. محمد الرميثي. محمد الرميثي. هذا اللي كان يدرس في طوكيو، كم كملت في طوكيو؟ 10 سنوات. 10 سنين نعم. ما شاء الله. وحين كم باقي لك؟ باقي لي 6 شهور. في ذمتك. اي نعم. ما شاء الله العروس ذاهبة. نعم جاهزة. بس هي. خلنا يسلم على الجمهور بالياباني. هي سلم على الجمهور. كونيتشوا. بعد. بس. لا قول مرحبا الساع ما يستوي. ما في مرحبا الساع. زين أي شيء. كونيتشوا. هي. بس. لا بعد وحدة. جينكي ديسكا. هي. بعد كلنا تشرف بالخالد عندنا. ايه رحب بيها وين نقول لها الياباني كاريدو سان يوروشكو نيغاشيماس. ايه مرحبا بك ابوي. انت الحين قلت 10 سنين. نعم. على شو تدرس 10 سنين؟ ادرس بكالوريوس تخرجت الحمد لله، وحين ماجستير الحين بخلص ان شاء الله. ايوه. هنا نعم. خلصت الجامعه؟ خلصت اللغه وخلصت الجامعه، والحين ان شاء الله قريب بخلص الماجستير. ما شاء الله. عقبال الدكتوره. عقبال الدكتوره. الدكتوره ان شاء الله. شيء دكتوره ولا؟ ان شاء الله. النيه موجوده ولا لا؟ موجوده نعم. الله الله فينا ابوي ان شاء الله. نحن ودنا ابوي بالدكاتره بالحجم اللي هالطويل. ما فينا يا خف علينا. ما في الحين كل حد دكتوره عنده يجيك عملاق. لا في مسوين جواتي قنب وكعب ان شاء الله. ما شاء الله عليك يا الله. ابوي انت من وبارك الله فيك. هلال بن عبد الله الشرياني. والله والنعم. ينعم بحالك. وانت ابوي احمد الرميثي. انزين احمد الرميثي. احمد بن حميد الرميثي. انزين كيف انا اعرفك عاد قبل تشوي بعده تحيدون العام 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 الاول قبل سنتين. قبل سنتين قلت لكم جايني من العين يحمل الصغار كواويد بصناديق كم اكثرهن، وجسمنا على الفريج جاي من عند هالرجال، وانا اول مره اشوفه هاليوم. يا مرحبا. وجايتني هدايا من عام الاول. لو خلني متذكر ان شو ان اول ما استوى السناب يح كرسنيدي جات، لكن عندي يسوين لك كتومان شيء تشوف انت ما له معنى تو تقول لي كيف تتذكر لين اليوم. لا بلاني ما اتذكر. الواحد يذكر لو قلاص ما لو شف ترابي على الله يحفظك يبارك. انت عم عبد الله نعم عم محمد زين. ها ها شوي شوي على عمرك بالياباني عم ابوه كل واحد انزين. السلام عليكم. عاد الحين هذا على الله يحفظكم هالرجال الفنان تعال تعدالنا أخو تعال هني طرف هذا تأمنيها طرف هذا تعال محمد سبحان الله وين الشبه الحين هالزين هالفنان يشابه هاك هالأشواص تشوفونه هذا يعني الله يحفظك الحين هذا أبو محمد العرب كله يبون يعرفونك أنت منو لي أنتجت الإنتاج الطيب عبيد بن محمد الرميثي والله والنعم فريجكم وايد وايدين ربيثات فيه نعم والله ودينا نعم ايوه زين هل تعلم انه وايده العرب التحرى العين ما فيها رميثات او فيها رقم بسيط بسيط لا يذكر فيها الحمد لله هي فيها ذا رميثات الناس كلها تحرى رميثات ضك البحر لا الحمد لله موجودين شيء ضك البر موجودين في البر وموجودين في البحر الله يطرح فيكم البركه يبارك فيكم يخليك يطرح البركه ان شاء الله يطرح البركه ان شاء الله في هالمعرس انت ريال عرس انت ريون علي دكتوره لين دكتوره خلاص بيوجه بيكم ما في عيال اي والله بين الدكتوره والماجستير الدكتوراه والماجستير ان شاء الله اكيد إيه. وعقب الدكتوره الحرمه الثانيه ان شاء الله يا رجل حاولتها طويل و... مليون مرحبا بنت احمد سلام عليك السلام كيف حالك مايا كان هم من حاليتنا حاليتنا كلها مغزوز ريج
بسم الله عليك الرحمن الرحيم. انزين شو اسمك الحين انت؟ عاشر احمد رميثي. لا بالكامل هي قالت فقيره ما قطعت فيك. عاشر احمد محمد علي رميثي. ما شاء الله يا الله يحفظك. اي صف العاش؟ صف الثاني. انت كنت تتمني يسمونك عوشه ولا عاشه اخير؟ شو تبين؟ عاشه اخير عن عوشه صح؟ ولا كلهم واحد؟ كلهم زينات مايا. لسامي كلهم مبروكات. زين تعرفيني؟ وين شافتني قبل؟ شو؟ وين شافتني قبل؟ الله يحفظك. يا اخبار؟ تتحبيني صلاح؟ تابعين الدوم ولا ساعة تندون ساعة؟ نعم. يعني كل كم؟ يعني انت كنت تتمنين ان يكون موجود اليوم عذرة؟ زين مرة ثانية حبيبتي يوم بي مرة ثانية بي. انا ما دريت اني بي بشوفك وما دريت اني بي لسه هالجلسة الفنانة. انا يا ابوي اسلم على هذاك بقصرة يا غير سبحان الله. اوكي حبيب محمد شو طبعه بالله عليك ولدك؟ والله طبعا ما شاء الله دائما روحه تلقاه ما يحب يخالط وايد يعني. زين تفاجأت هناك عندك في اليابان يا رجال ما وعيت ما ادري هو في طوكيو ونحن وين؟ فوجي يوكوهاما. نحن في يوكوهاما ما وعيت بعيد ما وعيت باللي جاي لنا في غرفه اللي مجتمعين فيها. خالد بسم الله الرحمن الرحيم هذا شو؟ لا ويقصيروني وتعود مثل مشيتهم ويرمشراتهم وبعبوا كعبه وانا لابس اخر يوم ايش قال في غادي. اي والله سبحانك يا رب الله يطرح لكم البركه والله ونعم الرجال اسميك الله ربيت الساعي وربيت الله يسلمك يا ابوك. انا يا الله يحفظك انا انطق الحصى طبعا الحصى هذا شيء اكيد الحصى انطقه واللي مايلين من اقرا عليه الان مره اللي ما ينطق خليته ها غدا هناك وين 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 في السناب ظاهر ايش قال لي ترمس وايد هناك يا اخي وايد يرمس ما يخلي لنا مجال اي والله يا الله يحفظه والدوب ساكت هو الله يخليه ان شاء الله يبلغك ان شاء الله في عيال يا رب العالمين يحفظك. انا شاوركم عاد الحين نحن متفقينكم ما تسوون ابوي ماي الحين مسوين هذا فريد وعصيد ومحله زايد وخبز بالروب وهريس وفقاع هذا وانا قايل لكم انه ما اريد ما عاد هاي كرابه بسيطه ابو محمد ما خراب الدار من كنت وانا قايل لك ترى يا ولد الحلال الى الله يطول بعماركم ويحفظكم وعمرك ان شاء الله ويدفع الشر والبلاء عنكم معنا يا رب ان شاء الله. انت ابو انت مركز بشيء ترى على فكره قال ابوي لا تظهروا لي في التصوير واحي غافلتوا في صب العسل ترى ما خبرنا باسم ولدكم هذا شو اسمه احمد بن عبد الله والله والنعم بس عاد من هالتكويت ما زين اللي محلاكم يا ابوك انتم كل شيء فنان عندكم. شوف عاد دليل الحل دليل العصيد يوم تكون ناضيه ها يوم تشوفونها ترتي ها يسمونها غز الوغده هذا يوم يطرون غز الوغده هذا غز الوغده هذا اللي يطرون غز الوغده يا الله يحفظكم. الحين ابوي ينبوني انا ما بناوي انبوني عاد ما ناوي ما بقزر في المدح يا غير الهريسه لا عسمديتها من خدمها تحريتها من برا ميوبه طلع لا خدمتهم روحهم عصيد روح الهريسه ما شاء الله روحها تتمايط وتتقاود ونضوي اللي في الدنيا كله فيها ودي اكل باسبوعي لكن ما فيها اغسل ولا ابوي طلعت ابوي ما بمرخاش وقه العصيده اهل الهريسه ها. شو رايك فيها ابو محمد؟ يا سلام طيب. يا سلام يا سلام يا سلام ممتازه ممتازه لا عصمت يد من خدمها مره ما يحتاج هي روحها مسوت لها يا عمرها طويل الى الله يحفظها يبارك فيها ان شاء الله. احمد طيب انت ولدكم ابوي هذا ما يعرف حتى ياكل بالها شو؟ بالعصي ماله ولدكم ما يعرف ياكل الله بالمستعان هاي باله اعاده تاهيل خلاف من يجي كورس عندكم باب ابويا انت يا بطي وانت يا شو اسمه هاك الاردني محمد اظني محمد الاردني والثاني هاك الحساني المسعود راعي اللي كان يشتغل هي محمد عبد الله هي شباب ابوي سامحوني ترى انا ما كنت اعرف انه بتلاقى وياه في بيته ما تحريت بتلاقى وياه في الشارع مدة 5 دقائق ترى ابوي مخبر يقوم ابو متعبلين ومتكسرين ومتيبرين ما خلوا شيء ما سووه
يا ابوك مشكله هذا الاسناد مشكله الحمد لله رب العالمين. جزاكم الله كل خير يا الله يحفظك ويطول بعمرك ان شاء الله يا ابو محمد. مشكورين وما قصرتوا خالفتنا العافيه. اكرمكم الله اكرمكم الله تباركتوا في هالمنزل الفنان. الله يبارك فيك. هاي ابوك الياس هالبند روحه تسوى لك كتومان. ما شيء زود برد الحمد لله. مكاكم فنان لك مال بيتكم مال بيت الوحدي على عين الشمس. ان شاء الله ان شاء الله ان شاء الله ابو محمد ان شاء الله مشكورين اكرمكم الله ما قصرتوا. بيتكم ما شاء الله تبارك الرحمن. على الله يدوم عليكم دوم عليكم العز والفرح الاناسه. عقبان ان شاء الله ماني عاد ودي جاي يوم بني بين البيت مشوش ليتات حق عرسه. هذا وين ابو عكلي هذا ها متوهج لي يقوم ابوك. شو اسوي؟ قايل اللي بنتلاقى عند الباب. شو اسوي؟ لقيت ما شاء الله العصابه كلها ياسه. شو نسوي؟ يلا مشكور. ان شاء الله ان شاء الله مشكور يا محمد الله يعلم. سبحان الله وايد استبسطت وياكم وفريجكم في منتهى الروعه. شوف النخيل والدنيا. نعم السلام عليكم ورحمه الله وبركاته. مرحبا بالله. انت منو بارك الله فيك؟ انا محمد العبري. والله والنعم. الله ينعم حالك ان شاء الله. الله يسلمك. مرحبا. تعرف ليش انا اصريت اصور وياك؟ وانت ابن عمي. جزاك الله خير. تدري ليش انا اصريت اصور معاك؟ ليش؟ يوم عرفت انك انت بتمسك طيران الاتحاد في الظهران. نعم شيء جميل. الله يطول عمرك. كملت كم سنه بالله عليك في لندن؟ في لندن في مانشستر كملت 3 سنين. وبعد طيران للاتحاد. طيران الاتحاد. نعم الله الولاء والعرفان كله للاتحاد. يا رك الله يا رك الله. هذه كامل وانت رياك في الدمام. انا الحين اقول لك ان شاء الله انا رحلاتي الحين عندي 4 رحلات ايه؟ كلهن على طيران الاتحاد. زين ترى اتابعك انا. ايه انا شوف خليني ازعل لا 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 شوف ايه؟ ما حد يزعل من حد. شوف زي. طيران الامارات وطيران الاتحاد واحد. من قبل انا قايل صح. عينين في راس صح. عينين في شوف صح. كلامك في راس. يا رك الله. الله يطول عمرك. يا رك الله يا راعي مكتب مانشستر. حاضرين حاضرين على الخشم هذا. يا رك الله. كل شيء لك يا ابو محمد. الله يحفظك حبيبي. الله يسلمك. تحياتي لك كل الاسره وللأسرة الكريمة. إن شاء الله يا حبيبي. سلم على كل من إن شاء الله يوصل بخير. مرحبا مرحبا مرحبا. اليوم يوم الهي. اليوم يوم الهي. اليوم يوم الهي. تدرون ما ودي بالضيق؟ ما ودي بالضيق. عايبني جو العيل والحواطة. كم تميت أتمشى في شارع خليفة لين هدمه. مشيت لين ما قال القار قال بس علي جيج فكني دخيل الله كني مايت العين من 100 سنة. سبحانك يا رب. يشرح الخاطر جو العيد والبراد يعني والدنيا خضراء العرب كلها مبتسمة. نسبة ما شاء الله اليويل وايد فيها العيد. اليويل واللاكش وايد. سبحانك يا رب. من بعد المساء السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. يلا الله يحفظكم يينا ولأن هذه الباقة الفنانة الولايتية موجودة وحال فيها تحت هالكويطيات باثنين ما يندرى شو ماله. شوفيهن ما بروح مفتح لين خلاف بفتح الروح يعني على هواية يعني ما بلازم اني ارميكم. شوفيهن يعني ما بلازم. وياي هالباقة الفنانة الفخمة وغاوي وجميلة من عند ناس طيبين. مشكورة يا بنت خلفان. يا الله يحفظك يا بنت خلفان بالراكان. ما قصرتي بياض ويه وكل شيء فنان وترتيب الغاوي. كل الشكر لك والتقدير. يا الله يحفظك. شكرا 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 يا بنت خلفان.